ومن الأشياء التي يفعلها بعض الناس في الأعراس أنه إذا أصبح بعد أن بنى بزوجته إلى أين يذهب؟ فيما نعلمه من عاداتنا نحن، قد يتغير الحال مستقبلا أو تغير عند البعض الله أعلم، هو يذهب إلى أهله لكي يسلم عليه، يذهب لكي يسلم عليهم، يذهب إلى والديه أو إلى أقربائه صبيحة بنائه بزوجته فيسلم عليهم ويدعون له، وهذا من السنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بنى بزينب رضي الله عنها لما أصبح من بنائه كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أتى إلى زوجاته في الصباح وسلم عليهن كما جاء عند البخاري وغيره، فسلم عليهن وسلمنا عليه ودعا لهن ودعونا له، يأتي إلى كل زوجة من زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم.